أهلا وسهلا بكم في البانوراما الأسبوعية، تأتيكم من قناة الجامعة، وإليكم أبرز العناوين. ندوة تعريفية بالمنح الدراسية المقدمة من حكومة بريطانيا لدراسة الماجستير. بداية قوية لنادي الأدب والفكر بجامعة جنوب الوادي. استمرار توافد طلاب جامعة جنوب الوادي للتسجيل بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ. رئيس الجامعة يشهد حفل تكريم أبطال القوات المسلحة. شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي حفل تكريم أبطال القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة برعاية أسرة حورس، ودعا طلاب الجامعة إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية، وأن يكون هدفهم رفعة شأن مصر وشأن جامعة جنوب الوادي في مختلف المجالات، ودعا كل من له رؤية وفكرا من طلاب الجامعة أن ينفذها من خلال الأنشطة، وأشار أن الجامعة تنظم العديد من الأنشطة القمية، ومنها الملتقى الفني للجامعات وندوات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنافسات كرة السرعة وغيرها، والتي نلتقي بها بالجامعات العربية من مختلف البلدان العربية في أرض جامعة جنوب الوادي. وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن أهم عدو لكل مصري هو الإرهاب ومحاولة خلق اليأس في نفوس الشباب، وقال أننا يجب أن نحافظ على التفاؤل والأمل والانتماء والإيمان بهذه الأرض، ووجه التحية لأبطال حرب أكتوبر الذين خلقوا الأمل وحققوا الانتصارات وقضوا على اليأس، ووجه التحية لمنتخب مصر القومي بقيادة محمد صلاح الذين قاوموا اليأس أيضا وأسعدوا الشعب المصري. وأكد الدكتور شحات غريب عميد كلية الحقوق ومنسق أسرة حورس أن هدف الأسرة خدمة الطالب وتنمية مهاراته وتدعيم الانتماء لمصرنا الغالية صاحبة الفضل على الجميع. عقد بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والسيد الأستاذ الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة ندوة تعريفية عن برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة بريطانيا لدراسة الماجستير، والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بالجامعة بحضور الدكتور نيفين شرف مسؤول البرنامج والسيد كيلين نيلور سكرتير أول بسفارة بريطانيا والسيدة هناء رمزي مستشار الشؤون الاقتصادية بسفارة بريطانيا ومجموعة من باحثي وطلاب الدراسات العليا بالجامعة، حيث تضمنت الندوة التعريف بأهم المنح المقدمة من قبل الحكومة البريطانية لدراسة الماجستير وسبل التقدم إليها. واصل طلاب جامعة جنوب الوادي التسجيل بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ نوفمبر 2017 من خلال المنفذ التعريفي للمنتدى بالجامعة، وقد شهد توافد عددا كبير من الطلاب والطالبات للتسجيل، بلغ عددهم حوالي 400 طالب وطالبة. من جانب آخر، قامت جامعة جنوب الوادي بتوفير كافة التسهيلات للقائمين بالعمل داخل المنفذ، فقد تم توفير جهاز لابتوب مزود بشبكة انترنت لتيسير التسجيل للطلاب ومنع التزحم. في أولى جلسات النادي الأدبي والفني بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، فوجئ الجميع بمواهب أدبية وفنية متمكنة في الشعر والنقد الأدبي، لديهم الإحساس بالانتماء للوطن العربي ومواجهة الأخطار التي تتصدى لها مصر في الوقت الراهن. وقد بدأ الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالتأكيد أن هذا النادي يعد من أعرق الأندية الأدبية المصرية، حيث بدأ قبل 40 عاما وتخرج منه أدباء كبار يملؤون الساحة العربية شعرا وسردا ونقدا. وأضاف أن الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة قد وافق على إصدار كتاب جديد إبداع مصر، يضم الإنتاج الأدبي في القصة والشعر والمقال والكاريكاتير لطلاب الجامعات المصرية والعربية، كما وافق سيادته على إصدار مجلة أدبية بعنوان القلم يصدرها نادي الأدب والفكر بالجامعة، يتناول الإبداعات الأدبية وكل ما يخص نادي الأدب والفكر. وإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية البانوراما الأسبوعية، دمتم في رعاية الله.